السلام عليكم. هذا فيديو تاني لمريض، زي ما نقول نشوف صورة أشعة لمريض كبير في السن. فالمريض كان عنده صعوبة في التنفس وكحة، فطلبت صورة أشعة. زي ما نشوف صورة الأشعة قدامنا تبين إن في سوائل على الرئة. طبعا واحدة من الحاجات وطلب الطب يعرفها إن الفرق كيف تفرق بين ان في سائل ولا اذا كان في التهاب تجمع نتيجة الالتهاب وكذا، ان السائل تلقى يعني سطحه مقعر نتيجة التوتر السطحي للسائل، فنلقى مقعر بالشكل هذا، فوضحنا في تجمع للسوائل. طبعا السبب في الغالب يكون التهاب، او ممكن يكون مثلا قصور في عضلة القلب. اذا ما نشوف المريض عنده بيس ميكر منظم ضربة القلب، وهذه البطارية طبعا، وهذه الخيوط طبعا. الخيط الأول يمشي للبطين الأيمن وهذا يمشي للبطين الأيسر. فأيضا احتمال يكون المريض عنده فشل في عضلة القلب بسبب تجمع سوائل حول الرئتين. أيضا أسباب تانية ممكن تكون. في الحالة هذه إن احنا نطلب صورة أشعة الأسبوع القادم ونشوف إذا كان فيه تغير في كمية السائل ولا لا. طبعا المريض كان عنده حرارة فأنا أعطيته مضاد حيوي، احتمال يكون التهاب بسبب لتجمع السوائل، ونديره له متابعة بعد أسبوع إن شاء الله. وشكرا.